الآن لدينا مثال عن الاحتكاك، هذا أبسط مثال ولكني أردت من خلاله أن نستطيع أن نستوعب قانون الاحتكاك وكيفية تطبيقه، ثم بعد ذلك ندخل في المسائل الأكثر تعقيدا. هذه مسألة بسيطة، لدينا كتلة وزنها 300 نيوتن جاهز، ما أعطاك الام بحيث تضربه في عجلة الجاذبية، لا أعطاك الدبليو جاهز، يعني ضرب الكتلة في عجلة الجاذبية فطلع 300 نيوتن، وأعطاك قوة خارجية أيضا F1 تؤثر على الجسم كذلك إلى أسفل، ومعامل الاحتكاك 0.3. بالمناسبة الاحتكاك لا يوجد له وحدات، لماذا؟ لأنه نسبة بين قوة وقوة، فلذلك هو قوة على قوة، فهو dimensionless كما يقال في اللغة الإنجليزية، dimensionless أي غير ذي وحدات، لا يوجد له وحدات. ما هي القوة المطلوبة T لتحريك هذا الجسم؟ الحل بسيط جدا، نقول F الحل أولا نرسم الجسم الحر، وسوف أستعجل قليلا، هذه رسمة الجسم الحر، لدينا قوة T ولدينا قوة احتكاك سميناها F، ولدينا W ولدينا كذلك F1 إلى أسفل. نقول سيجما FY تساوي هذا الفري بادي دايجرام، طبعا هذا الفري بادي دايجرام هذه أول خطوة، ثاني خطوة نطبق قوانين الاتزان، طبعا سيجما F تساوي زيرو، ولا نطبق قوانين العزوم لأنه لا يوجد هنا عزوم، كل نتكلم هنا عن أقرب ما يكون إلى نقطة. طبقنا قوانين الاتزان، نقول سيجما F X تساوي زيرو، هذه تعطينا أن T تساوي F تساوي F، وطبعا T مجهولة وF مجهولة وF مجهولة، إذن نحاول أن نستخرج F لكي نستطيع أن نحل المسألة. نطبق القانون الثاني سيجما F Y تساوي زيرو، نقول F 1 بقي عندنا هنا قوة رد الفعل من الجسم، رد الفعل العمودي، فنقول N ناقص W ناقص F1 تساوي زيرو، إذن N تساوي FW زائد F تساوي 300 زائد 100 يساوي 400 نيوتن. إذن طلعنا الـ N، ثم نقول الـ F من قانون الاحتكاك، ودعونا نكتب هذا، نقول ثالثا نستخدم قانون الاحتكاك، فنقول F تساوي ميو في N، هذا قانون الاحتكاك، ميو تساوي 0.3 في N 400، إذن تساوي 120 نيوتن، F 120 نيوتن. رابعا نحل المعادلة الأولى، وهي هذه المعادلة نسميناها معادلة رقم واحد، المعادلة رقم واحد، فنقول T تساوي F تساوي 120 نيوتن. إذن حلينا السؤال، السؤال يقول إذا وصلنا مع T إذا وصلنا 120 نيوتن فإن الجسم سيتحرك. لاحظ أن هذا الحل أخذنا في الاعتبار كل القوى، القوة الـ F وقوة الـ W وقوة الاحتكاك وقوة ردود الأفعال، هذا هو الحل البسيط التقليدي لأي مسألة احتكاك. ما سيأتي بعد هذا القضية هو يحل عن طريق معادلات الاتزان السابقة، وسوف نأخذ مثال آخر على الاحتكاك بعد هذا المثال.